على ضفة شط الحلة وفي يوم ممطر خرج المسرح من غرفه المغلقة إلى الهواء الطلق ليمارس دوره وهو يرصد هماً إنسانياً عصف بالبلدان العربية والعراق تحديداً عبر موت صالح للشرب، وهو عمل مسرحي سلط الضوء على هجرة الشباب عبر البحار بسبب ضغط الظروف المعيشية والسياسية للبلد. هنالك راجل آخر، انقذوه، هنالك راجل آخر. لماذا السكوت؟ لماذا السكوت؟ جاءت الفكرة لهذا العرض أن نذهب في هم إنساني ربما يعيشه أغلب العالم العربي في شتى الدول وفي شتى المدن، وهو الهجرة غير الشرعية. فجئنا بهذه الشخصيات محملة بأفكار تحمل يعني عبق كل مدينة وكل دولة. جلجامش ورحلته في البحث عن الخلود وظفها العمل المسرحي للإشارة إلى رغبة الكثير من العراقيين للهجرة إلى الخارج بحثا عن حلم قد ينتهي على ضفاف البحر المتوسط جثة هامدة. ومشهد الطفل إيلان ليس ببعيد عن هذه النهايات الحزينة. أصبح الهروب لا يقدم عليه سوى الشجعان. أردت طالب اللجوء الإنساني لكنها مواجهة البحر مسكت بي وعدتني إلى نقطة الصفر. يا أدري كان قدمت على لجوء الشرعي يا جلجامش، ما دامك تمثل الحضارة والتاريخ يا جلجامش أفندي. إي مو قدمنا. على شنو قدمت؟ لقد قدمت على لجوء الشرعي وعندما سألني موظف دائرة الهجرة عن اسمي أخبرته أنني جلجامش. ومسرحية موت صالح للشرب مثلت العراق في مهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب الثاني في جمهورية مصر العربية، إذ أنها سلطت الضوء على واحدة من مشاكل الهجرة بطريقة لم تفرض التزام قواعد مسرح العلبة. شخصيتي بالمسرحية هي كانت شخصية الشاب الذي هاجر بسبب الظروف السياسية والاقتصادية باحثا عن الحرية باحثا عن السلام. هذا العمل المسرحي يكسر مقولة المسرح النخبوي إنما هو لجميع الفئات في ظل التركيز على هموم إنسانية مستوحاة من الواقع حسب نقاد. كان رد الفعل هو رد جمالي فني من خلال مسرحية موت صالح للشرب. هو هذا المبدع والفنان لا يوجد لديه رد سوى الرد الفكري والجمالي من خلال المسرح. عمل تناول قضية هجرة الشباب من البلدان العربية بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية القاهرة، ولم يتوقف عند حدود العراق بل ذهب ليمتد إلى سوريا وليبيا واليمن. من مدينة الحلة ميثم شباني، الحرة.